ينضم إلينا الآن القاهرة مراسلنا أحمد مهران. أحمد أهلا بك معنا، نتابع معك المزيد لربما ما تم بحثه ما بين وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن ونظيره المصري، وأيضا إن صدرت أي مواقف وتصريحات أخرى اليوم من القاهرة بشأن التطورات في غزة. يعني بداية الاتصالات المصرية الأمريكية وعلى كافة المستويات تنصب بشكل أساسي على جهود التهدئة في قطاع غزة، وإن كانت تأتي بالطبع هذه الاتصالات على وقع حالة التراشق السياسي بين مصر وإسرائيل التي زادت حدتها خلال الأيام الأخيرة. بالأمس طالعنا يعني محاولات إسرائيلية لتحميل مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وكانت يعني تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي تم الرد عليها بشكل سريع وبشكل لافت، يعني حتى السرعة في الرد المصري من الخارجية المصرية ومن المصادر المصرية الرفيعة على تلك التصريحات تعكس يعني تزايد في الهوة بين الجانبين وزيادة حدة التراشق السياسي بين الجانبين. بالأمس يعني جاء الرد المصري سريعا على لسان وزير الخارجية المصرية سامح شكري الذي أكد أن إسرائيل هي المسؤولة عن دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وأن هذه محاولة إسرائيلية للي حقائق. وفي الواقع أن إسرائيل هذه ليست المحاولة الأولى منها لتحميل مصر مسؤولية عدم دخول المساعدات. في يناير الماضي وكان ذلك أمام محكمة العدل الدولية، حاول فريق الدفاع الإسرائيلي تحميل الجانب المصري أيضا المسؤولية عن مسألة أو ملف المساعدات الإنسانية، لكن جاءت القرارات في النهاية من محكمة العدل الدولية بضرورة اتخاذ إسرائيل تدابير عاجلة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. وبالتالي هناك اعتراف دولي بأن إسرائيل هي الطرف المتسبب في إعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأن ما يجري حاليا هو بالنسبة للقاهرة يعني جريمة إبادة جماعية باستخدام سلاح التجويع، وهو ما دعا مصر إلى الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل المتهمة بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. نحن أمام حالة تراشق سياسي ربما غير مسبوق، وهناك رأيين في مصر حاليا. الرأي الأول يقول إن ما يحدث الآن من صدام مصري إسرائيلي يعني يمكن أن يهدد العلاقات السلام بين الجانبين، وهي من مكتسبات اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية. وهناك رأي آخر يقول إن التصعيد المصري ضد إسرائيل هو تصعيد دقيق ومحسوب ويأخذ في الاعتبار مكتسبات السلام، وأن الطرف مهتمين يعني الحفاظ على تلك المكتسبات. لكن على أي حال مصر الآن بدأت تتخلى عن سياسة ضبط النفس في علاقتها مع إسرائيل، وهي السياسة التي اتبعتها منذ بدء هذه الحرب من أجل الحفاظ على دورها كوسيط بين الجانبين في مفاوضات وقف إطلاق النار، وهي المفاوضات التي كانت قريبة للغاية قبل نحو أسبوعين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين من الجانبين وفق الورقة المصرية التي وافقت عليها حماس، ولكن تراجعت إسرائيل، وهذا ما أدى إلى هذا التصعيد الراهن. يعني مجمل الموقف المصري أن مصر الآن تخير إسرائيل بين خيارين، إما أن تحافظوا على علاقة السلام بيننا أو أن تواصلوا تصعيدكم في غزة وتتحملوا مسؤولية ما ينتج عنه من تداعيات خطيرة، سواء على مستوى العلاقة بين البلدين أو على مستوى الأمن الإقليمي ككل. شكرا لك مراسلنا أحمد مهران، كنت معنا من القاهرة.